أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. معانا خبر جديد يا جماعة، وخبر برضو عاجل لكل الدول العربية والخليجية والجزائرية والمغاربية من يوم الاثنين 10 يوليو. وزي ما انتم عارفين احنا بنجيب لكم الاخبار وننتقي كل اخبارنا الهامة الموثقة بالتاريخ وبالمصدر وبالشرح والتحليل، فياريت تركزوا في اللي جاي لان قلنا هنبقى معاكم لحظة بلحظة 24 ساعة في اليوم في كل وقت مع حضراتكم. الايام دي ايام فيها تغير في كل شيء في العالم، زي ما قلنا تغير في المناخ، تغير في الأسعار، تغير في السياسة، تغير في الاقتصاد، تغير في الأقطاب التي تحكم الأرض، فعندنا تغيرات كثيرة. عام 2023 ما قبله ليس له شأن بما بعده، يعني كل ما اتعودنا عليه قبل 2023 هيبقى هذا عام التغير في كل شيء، العام اللي بعده هيبقى حاجة تاني جديدة. طب بقول لكم ايه، ما يلا بينا نشوف احسن التفاصيل عشان ما نتكلمش كتير، يلا بينا ونشوف اول خبر معانا بيقول ايه. اول خبر معانا واحنا مركزين قوي على الموضوع ده، مركزين جدا، الاكثر سخونة منذ 100 ألف عام، علماء يحذرون حرارة الأرض تسير نحو منطقة مرعبة مجهولة. يا جماعة احنا نزلنا كذا فيديو بنتكلم فيه عن تغير المناخ وان درجة حرارة الأرض هتبقى من أصعب درجات الحرارة لم نشهدها ولم نسبقها في التاريخ الحديث اللي احنا عشناه واللي احنا قريناه، ما نعرفش بقى من 1000 سنة كان في ايه، ولكن لم تشهد الارض درجات حرارة زي اللي هتبدأ في 2023. وهنا بيقولوا الاكثر سخونة منذ 100 ألف عام، يعني حاجة لم تشهدها البشرية من قبل. فربنا يرحمنا برحمته، واوعى تنسى تقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. الفساد زاد في العالم، الكره زاد في العالم، صلة الرحم انقطعت في العالم، اللواط وما فعلوا قوم لوط زاد في العالم، كل المعصيات والخطايا زادت في العالم، بعدنا عن الله سبحانه وتعالى بقى خلاص، ما حدش في دماغه اي حاجة غير يدور على اكل العيش وعلى المصلحة وعلى الفلوس وعلى الرقص وعلى الزنا وعلى السرقة وعلى الفهلوة وكل كل انواع الفساد في الدنيا بقى موجود في كل بيت وفي كل مكان، حتى الاخ الاخيه بقى يكون له كره وغيرة في البيت الواحد، بقى فيه كره وغيرة، كل هذا غضب من الله سبحانه وتعالى. احنا مش قناة دينية واحنا قناة بتحلل الاخبار، ولكن نحن بشر مثلنا مثلكم، نعيش في نفس العيشة ونفس الحياة، فعشان كده بنقول اللي احنا حاسين بيه، هذا غضب من الله، يعني اكثر سخونة من 100 ألف عام لم تأتي درجات الحرارة كده. برضو لما جينا في الزلازل قلنا زلازل لم يشهدها، لما 50-60 ألف اللي ماتوا وتوفاهم الله في سوريا وتركيا بسبب الزلزال والزلازل زادت، وبعد كده فيضانات وبعد كده رياح فخلي بالكم يا جماعة، قولوا اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا ارجوكم، لان التقارير اللي احنا بنجيبها لكم دي خطيرة جدا. ونكمل الباقي لان في تحذير من يوم الاثنين القادم يوم 10. نقرأ هنا بسرعة بس نبذة علشان معانا اخبار كتيرة. ده جاي بتاريخ امتى؟ 8/7/2023 او 8 يوليو 2023، وهو يوم السبت.
بيقول رصد علماء الطقس ارتفاعا غير مسبوق في متوسط درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، بحيث جعلت العام الحالي 2023 هو الأكثر سخون على الإطلاق منذ نحو 100,000 عام. وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن العالم ينفجر جراء السجلات المناخية، بينما يدق العلماء نقص الخطر من احتمالية متزايدة بأن يكون 2023 هو العام الأكثر سخون على الإطلاق، ويمكن أن تغير أزمة المناخ طقسنا بطرق لم يفهموها بعد. يعني حتى الناس العلماء مش فاهمين ايه اللي بيحصل. ووفقا للعلماء فان استثنائي مرعب منطقة مجهولة ليست سوى عدد قليل من الطرق التي يوصف بها هذا الارتفاع الاخير في درجات الحرارة حول العالم، مسمينه مش لاقين كلمات تانية، بيقولك هنسميه استثنائي ولا تغير مرعب ولا رايحين لمنطقة مجهولة، مش قادرين يلاقوا طرق يوصفوا بيها هذا الارتفاع الاخير في درجات الحرارة حول العالم. ومعانا هنا حابين بس نوريكم بعض من على الاقمار الصناعية خرائط درجات الحرارة، ان من العراق حتى المغرب درجات الحرارة يوم الاثنين عشرة هتسجل في بعض الاماكن 50 درجة و45 درجة، وفي الجزائر 46، بل ممكن تصل ل50 درجة في الجزائر في بعض الاماكن، وفي المغرب هتصل ل42 و45، وفي مصر وليبيا اللي هم محافظين على المنطقة بتاعت ال40 لل43، مصر وليبيا فقط، ولكن الجزائر، المغرب، تونس، دول الخليج، السعودية، العراق، الكويت، الإمارات هتوصل فيها، بالذات الكويت والسعودية كمان، بالذات في بغداد هتصل درجة الحرارة هتعدي 50، وفي السعودية هتعدي 50 درجة. وأما بلاد الشام فهي هتحافظ على درجات الحرارة المتوسطة اللي ما بين 30 ل 38. فعندنا الاستثناء في يوم الاثنين هتبقى طبعا درجات حرارة عالية جدا، يعني اربعينات، ولكن احنا بنتكلم على الدرجات الخطيرة قوي هتبقى من العراق ودول الخليج والسعودية وتونس والجزائر والمغرب، درجات حرارة تصل الى 50 بل ستتعدى. ومعانا ايضا هذا التقرير، تحذير عاجل من الأرصاد، درجات الحرارة بالسعودية ستلامس 50 في هذه المنطقة، ده جاي التقرير يوم 8/7/2023، وهم بيقولوا على بعض المناطق، ولكن احنا بنأكد لهم على يوم الاثنين هتبقى معظم المناطق. مع استمرار تغير المناخ تشهد الأرض ظروفا مناخية أكثر قسوة هذه الأيام، وقد صدر من خبراء الأرصاد الجوية الآن تحذير للمنطقة الشرقية من السعودية، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 وهتتعدى 50 تاني، وهذا تحذير عاجل لأن درجات الحرارة القصوى هذه خطيرة للغاية. في حاجة يا جماعة اسمها الإجهاد الحراري، بيجي لي واحد يقول لي ما احنا عندنا درجات الحرارة عادي في العراق بتوصل للخمسين، الخمسين مع أشعة ضارة يعني ممكن تؤدي إلى الموت من الإجهاد الحراري. أرجوك، أنا رحت العراق وشفتها وشفت درجات حرارتها، ولكن حسب الأشعة الشمسية اللي جاية مع قوة درجات الحرارة والرطوبة العالية جدا، فأرجوك عشان خطري حتى لو أنت بتستحمل درجات الحرارة الخمسين، أرجوك في هذه الأثناء عدم التعرض إلى الشمس نهائيا. الأشعة التي تأتي مع الشمس بهذه درجات الحرارة مرتفعة جدا، مع الموجة الغير عادية في العالم، مع نسبة الرطوبة العالية جدا، لكل إخواتي في كل الدول العربية والوطن العربي والإفريقي، أرجوكم حافظوا على أولادكم، على الناس اللي عندها ضغط، على الناس اللي عندها جيوب أنفية، على الناس اللي عندها مشاكل تنفسية، على الناس الحوامل، على الناس كبار السن، أرجوكم أرجوكم
اوعوا يتعرضوا الى اشعة الشمس المباشرة في الذروة، لان خطر الاجهاد الحراري او ضربة الشمس تؤدي الى الموت الفوري يا جماعة، ومش تهريج، الموضوع ده خطر جدا. وهنا كمان بيقولوا درجات الحرارة القصوى هذه خطيرة للغاية، وده تحذير للسعودية أيضا. ومعانا تحذير آخر، أمطار وأتربة، تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس يوم السبت والأحد كمان اللي هو غدا، الكلام ده يوم السبت 8 يوليو 2023، هما بيحذروا ان النهارده في اتربه، ولكن غدا بنقول لكم هتكمل هذه الظاهره. اصدر المركز الوطني للارصاد في المملكه العربيه تحذيرا بشان حاله الطقس المتوقعه في جميع انحاء ومحافظات المملكه، وتوقع المركز في بيان نشرته وكاله الانباء السعوديه ان تكون الفرصه مهيئه لتكون السحب الرعديه. سبحان الله، مع الحراره العاليه سحب رعديه ممطره مصحوبه برياح نشطه على اجزاء من مناطق جازان عسير، وقد تمتد الى الباحه، في حين يستمر تاثير الرياح النشطه المثيره للاتربه والغبار، وتحد من مدى الرؤيه الافقيه على اجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشرق المملكة. يعني بصوا، رياح وأتربة ودرجات حرارة 50 وأمطار رعدية، سبحان الله في خلقه، سبحان الله فيما يشاء، الموضوع خطير جدا في التغير المناخ. معانا كمان لمصر، بنحذر كل المصطافين أو كل الناس اللي بيصيفوا على الشواطئ من غدا الأحد بالذات، تحذير خطير من ارتفاع الأمواج هيصل لأربع أمتار، والسباحة والصيد خطر جدا في هذه الأماكن وشواطئ البحر. التحذير جاي يوم السبت 8/7 أهو، عن يوم الأحد 9 يوليو من غدا. وبنقول هذا، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأحد 9 يوليو، حيث حذرت الأرصاد من اضطراب حالة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج ل4 متر. وأوضحت الأرصاد الجوية أن المتوقع أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. الحرارة دلوقتي وأنا بكلمكم يا جماعة 39 أو 40 في بعض المناطق، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة. حذرت من اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط ومطروح والضبعة والعلمين والأسكندرية وبلطيم ودمياط، وسرعة الرياح هتصل ل70 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج هيصل ل4 أمتار، فيما تنشط الرياح على مناطق بالقاهرة. وفي تحذيرات في كل الشواطئ من السباحة من غدا 9 يوم الأحد 9 يوليو أو 9/7، وجاية في كل المواقع تحذير من السباحة في وهنا تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج، وكل التحذيرات جاية في كل المواقع المصرية. خلي بالكم من غدا الأحد 9 يوليو نشاط عالي في الأمواج وفي البحار وفي سرعة الرياح، وربنا يحفظكم ويحفظ كل الدول العربية. ولكن تاني نؤكد على إخواتنا في المغرب، في الجزائر، في تونس من يوم الاثنين خاصة، وفي العراق، وفي الكويت، وفي السعودية، وكل الدول الخليجية، الحرارة هتتعدى 50 في بعض الأماكن. فخلي بالكم من الإجهاد الحراري، خلي بالكم من الجفاف، لازم يبقى فيه مياه موجودة على طول، لازم يبقى معاك شمسية على الأقل، ما تتعرضش لو هتضطر للخروج ما تتعرضش الشمس المباشرة والأشعة المباشرة. ولو ما قدرتش، يعني مش حاجة ضرورية وتقدر تقعد في البيت في الفترة دي، يفضل طبعا الجلوس في المنزل في هذه الآونة. ربنا مع حضراتكم، ربنا يعدي هذا العام وهذا العصر الخطير. الموضوع يا جماعة، التغير المناخي بقى أقوى من أقوى كارثة في العالم القادمة. اوعى تتهاون واوعى تقول ده كل سنة بيحصل ده، الموضوع خطر جدا جدا جدا، من ارتفاعات درجات الحرارة ومن كمان انخفاضات درجات الحرارة، لأن ظاهرة النانو بدأت بالفعل. بظاهرة النينو ديت يعني ارتفاع مستمر ومتزايد في درجات الحرارة لم يحدث في التاريخ. فخلي بالكم
من الفترة القادمة. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا، ودايما نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. أرجوكم قولوا الدعاء. كمان ما تنسوش دعم القناة زي ما كتب لكم، بطلت أقول لكم اعملوا لايك، فارت تنشروا الفيديو، مهم جدا ليصل هذا التحذير إلى الجميع، وخلوا الناس تستفيد زي ما حضراتكم استفدتوا، فانشروا الفيديو وشيروه وشاركوه مع أصدقائكم. طبعا لو عايز كل جديد ياريت تشترك في القناة، هيصل كل جديد على مدار 24 ساعة في نفس اللحظة. وما تنساش الاعجاب بالفيديو، وياريت تقول لنا هل درجات الحرارة فعلا زي ما انا بسألكم عندكم ابتدت ترتفع للدرجات الخطيرة ديت ولا لا، وياريت تقول لنا ونتكلم مع بعض نفهم ايه اللي بيحصل في بقية الدول. شكرا لحضراتكم، انتظروا الفيديو القادم الهام جدا. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام على الجميع.